السلام عليكم أينما كنتم مشاهدينا ومستمعينا متابعي برنامج كورة على الهواء مباشرة، حلقة جديدة. البداية من المتابعات، المنتخب الوطني ينهي البروفة الأخيرة من التحضيرات قبل مواجهة نظيره الكوري. كورة يتابع تصريحات لاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة نظيره الكوري في تصفيات كأس العالم. أكيد أول شيء الاستعدادات جيدة، فريقنا بأتم الجاهزية. تعرف مباراة فلسطين مباراة تكون صعبة الطرفين، أي مباراة ندخلها هي في التصفيات النهائية لازم نلعب كمباريات، إنه نلعب كمباريات نهائية. الآن طوينا صفعة فلسطين، تبدأ مباراة مهمة أمام منتخب الكوري. منتخب الكوري من الفرق الجيدة، أنا واثق من اللاعبين أنه يقدمون مباراة تليق باسم اللاعبين، باسم كادر التدريب، باسم العراق. إن شاء الله يا رب أنه نحقق 3 نقاط. الإصابات حقيقة كانت يعني صعبة علينا، لاعبين مميزين كانوا غابوا عن مباراة فلسطين وكوريا، بس اللاعبين اللي بقى الزملاء واللاعبين اللي بقية قدروا يعوضون هذا الكم الهائل من الاصابات، والبركه ان شاء الله هم الموجودين. اول شيء المستوى على فلسطين مو كانت المستوى يعني المفضله، بس الحمد لله اهم شيء 3 نقاط وفزنا المباراه. وتدري مسيره طويله بتصفيات كاس العالم، فهو الاهم شيء لانه الفوز. و هسه وصلنا لكوريا، الوقت شوية متغير وهيجي، بس احنا مستعدين وتدربنا هسه زين، فلا ان شاء الله جايين هنا وفوز المباراة. مختصون لكورة، مواجهة منتخبنا الوطني أمام كوريا صعبة ويجب التركيز فيها جيدا. التصفيات راد لها نفس طويل حقيقة، أتمنى يكونوا عندهم صبر وتحمل خصوصا في هذه المباراة القادمة. نصبر احنا على الفريق الكوري، فريق الكوري مو ذاك الفريق اللي يخوف، نقدر نجاريه، نقدر نتفوق عليه، ممكن حتى نقدر نفوز في ملعبنا عليه، ما عندنا أي مشكلة، لكن نحتاج صبر، نهتم بالمنظومة الدفاعية، وأنا أشوف الكادر التدريبي الإسباني ده يركز على هاي الأمور. إحنا كنا داعمين للفريق إن شاء الله، وداعمين المدرب وكل المؤسسة العراقية في الاتحاد العراقي في سبيل الوصول إلى تحقيق الحلم، الوصول لكأس العالم. مرات تجي النتائج الإيجابية في ظل الظروف الصعبة، لكن دائما ما شارع العراقي هو يبحث عن الفوز. يعني اكيد المنتخب العراقي دي يعيش بافضل الاجواء من تاسس لحد هاللحظه هاي، يعني دعم حكومي، تفاعل الشخصيات السياسيه، الجماهير، الاعلام، كله مع المنتخب الوطني. يعني لا تخلو من الصعوبه، لكن انا اتوقع يعني نتيجه ايجابيه بعد ما انه شخصوا الاخطاء بالمباريات السابقه، واكيد راح يستفادون من عدها. أبناء الزوراء يوجهون رسائل إيجابية لأسود الرافدين قبل مواجهة الشمشون. يعني بصراحة قلت لك، يعني ذكرتها، ممكن يعني أيمن ما يحتاج الآن أحد يتكلم عنه، أرقام أجي أتحدث عنه بصراحة مطلقة،
أيمن الفترة الأخيرة يعني بصراحة ظهر بصفة الحاسم، وهو كان حاسم بكل مبارياته بصراحة، وكان يعني المهاجم الفذ اللي من أنصاف الفرص سجل أهداف، جلب من خلالها 3 نقاط جدا مهمة إلى المنتخب الوطني. أتمنى إن شاء الله يا رب أول بداية يعني يبعد الله سبحانه وتعالى كل إصابة وكل شر، وبالنهاية أتمنى له التوفيق والاستمرار بهذا التألق من أجل مصلحة الوطن. يعني قلوبنا معاهم أكيد، كل الشعب العراقي وكل الرياضيين وكل الناس اللي مساندتهم أكيد أنه تدعي لهم، إن شاء الله يا رب يكونون بأحسن صورة، ويا رب التوفيق يكون حليفهم يا رب. تعرف أنه مباراة مفصلية، وبقينا إن شاء الله خطوات أنه على التأهل إن شاء الله يا رب. ما عندنا غير بس الدعاء ان شاء الله، وهم ان شاء الله ابطال وقدر المسؤوليه. والله يتمنى ان شاء الله اللاعبين يكونون بيوم ومباراه ما تخلو من الصعوبه. الفريق الكوري فريق متميز، فريق ما غاب عن كاس العالم اعتقد يعني على الاقل في 20 سنة الاخيره، دائما له حضور والى ايضا اداء متميز في البطولات، لكن هذا ما يمنع انه فريقنا اعتقد هي مباراه التاهل الى كاس العالم، هي مباراه كوريا. الجماهير العراقية تساند أسود الرافدين عشية مباراته مع كوريا. أنا هتفت هتاف قديم، أنا ما عندي شيء، أنا عراقي أحب منتخبي يصعد الكأس العالم، وما سئت للمدرب كاساس. أتمنى للمنتخب يتأهل ونفرح كل العراقيين، 44 مليون، 40 مليون، نفرح حلمنا، هذا حلم كل العراقيين يصعد الكأس العالم إن شاء الله. 2-1 للمنتخب العراقي، ولاعبينا إن شاء الله قد المسؤولية. بس رسالة للمدرب شوي، لا تخاف، شد روحك، لأن تصريحه اليوم ما يليق بالعراق، بأن كوريا منظمة وعدة تنظيم أفضل من العراق، وأنا جيت أدرب كوريا، هذا كلام انتهى. اليوم أنت واقف على منتخب اسمه العراق، أسود الرافدين. أكيد كابتن باتشو إن شاء الله فوز عراقي 2-0. أقول أيمن يقول إن شاء الله، إذا مو 1-2 إن شاء الله هم أبطال، وقدها قدها إن شاء الله الكأس العالم. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. مباراة صعبة بكوريا، الفريق الكوري فاقد 3 لاعبين أهم 3 لاعبين، البركة إن شاء الله بالموجودين، إن شاء الله انتصار. تحية أخرى مشاهدينا الأكارم، ضيوف كورة هذا المساء كل من الكابتن وميض منير نجم الكرة العراقية، المحلل الفني، مرحبا بك كابتن. مرحبا بك، أهلا وسهلا بمشاهديك وبضيفك الكريم. أهلا وسهلا، ومعي أيضا الكابتن رافد سالم المحلل الفني، مرحبا بك كابتن. أهلا وسهلا بك أستاذ علي، وعلى جمهورك وعلى كابتن وميض. ساعات تفصلنا عن مواجهة كوريا الجنوبية والقراءة الفنية منك كابتن، تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المباراة هي بست نقاط، المباراة بست نقاط. نعم، يعني أما يعني أنا متأكد أن اللي حيفوز بكرة يضع خطوة مهمة جدا إلى كأس العالم، حيأخرك 3 نقاط وهو يتقدم 3 نقاط، أو إحنا بالعكس، أو العكس. لو أنت تعطل 3 نقاط تصير قدامه بست نقاط. طبعا المباراة فيها ضغوطات جدا عالية على الفريقين، وعلى أكثر على فريقنا. قل لي ليش؟ في أول دقيقة 20 الأولى في المباراة بكرة، السيناريو راح تكون السلطة الهجومية كاملة إلى منتخب كوريا، صاحب الأرض والجمهور، زين، وعنده سلطة هجومية، يعني يريد يأخذ هدف بالبداية. فهذه الضغوطات يعني لا سمح الله إذا سجل علينا هدف، زين، العملية راح تصعب علينا، السيناريو راح يختلف عندنا. لكن إذا قدر الفريق العراقي 20 دقيقة الأولى إنه يحافظ، أو يعني أو نص الشوط الأول يحافظ على الوضع، عامل الوقت راح يكون من صالحنا. الاستقرار النفسي على كوريا. الاستقرار النفسي راح يقل. زين. يعني عفوا يزيد عندنا الفريق العراقي. زين. الفريق الكوري بمميزات حقيقة، يعني فريق احنا نقول عليه مودرن، يطبق كرة القدم الحديثة، وهي احنا ما مختلفين عليهم. احنا نتأمل انه شبابنا يعني بالعزيمه اللي عندهم، واحنا مجربين لاعبينه في المباريات الصعبه، دائما اللاعب يحب يكون يخلي بصمه، صح. والدليل ايمن كان محارب، وين خلى بصمته؟ خلى مع اليابان، العالم كله قامت تحبه هذه. فانا اعتقد فرصه مؤاتيه لكل لاعب في المنتخب عندنا العراقي انه يضع بكره بصمته،
خلال سواء علي جاسم سواء بايش سواء ايمن بكل من شكك بالاداء مع فلسطين يا بترى هذا فرصة يعني انت تدري نوبات اللعبات الصعبة يبرز النجم صح فاحنا ان شاء الله بكرة يعني شبابنا يكونون كلهم نجوم وعلى قدر المسؤولية زين كابتن رافد خلي ابدو وياك بالقراءة الفنية الحقيقة قبل القراءة الفنية أنا أيد كلام كابتن وميض وأزيد أنه اللي يفوز بكرة هو واصل كأس العالم حسب الرؤية للمجموعة يعني إحنا قبل المجموعة كتصنيف عالمي وكمستويات وكأرث كروي كوريا العراق في هاي المجموعة حتى نكون واقعين كوريا العراق مو الأردن لا مو الأردن لا كأرث كروي ولا وصول كأس عالم ولا يعني هي المجموعة واضحة يعني ولا حاضر؟ لا الحاضر حاضر أيضا أي طبعا مو فقط مو فقط أردن حتى عمان حتى عمان لا اترك لي من وصيف آسيا والله والمباراة الأخيرة بين كوريا والأردن وضحت لك أنه لا تصير قياساتنا على بطولة آسيا وحتى مباريات قطر بالمناسبة يعني البطل والوصيف في تصفيات كأس العالم هو مو نفس اللي قدم ونتائجه وأنه وصل الموضوع مختلف زي. حتى اليابان شفت 7 أهداف على الصين 5 أهداف على البحرين 0 على السعودية نعم. ورغم أنه السعودية أيضا قدم مستوى حلو لكن ما نقدر نقيس كوريا في آسيا وتختلف عن كوريا في تصفيات كأس العالم فليفوز بكرة يعني وإن شاء الله يمكن رايح الكأس العالم مستع الساعة بس رايح الكأس العالم رايح. يعني واضحة الأمور ولذلك بما أنه هذه المباراة هيش مهمة وليفوز بها يروح الكأس العالم يحتاج لها تحضير نفسي وذهني على مستوى عالي وتحضير خاص بالضبط تحضيرنا جيد لهذه المباراة احنا شوف المقارنة بين الفريقين من هالناحية الكوريين بدوا بداية متعثرة صار عليهم ضغط كبير يعني خصوصا على مدربهم اتحادهم يعني صارت عليه مخاطبات وتساؤلات من الجهات الرسمية الكورية انه ليش هذا المدرب هذا عدة تجربة سابقة وما كان جيد مع الفريق إلى أن الفيفا نوعا ما تدخلت إلى هالدرجة يعني أنه تساؤلات إجت على بعد أول تعادل اللي صار حتى مع عمان ما كان المستوى المنتخب الكوري بالقمة بالليفل العالي لكن عمان كان جاي من خسارة من عندنا وفي أرضه نجي على الأردن في أرضه كانت حتى صحيح تعمري مهم في الأردن وحتى يزن يعني كان مصاب واشترك مؤثرين لكن صان أيضا يشوفوا هو اللاعب المؤثر لذلك فكروا أنه يأخذون 3 نقاط فكروا بهالطريقة مو أنه نلعب كرة كلها بشكل دفاعي لكن ما قدروا يعني بصراحة أكو صار فارغ في المستوى واضح بالتسعين دقيقة لصالح المنتخب الكوري إذا تشوف هالثلاث مباريات وصلت الكوريين بالمباراة الثالثة لحالة نفسية ممتازة العكس عندنا صار العكس من ناحية المستوى مو النتائج فلذلك هاي المباراة خلنا ناخذها من الوجه الإيجابي إذا أخذناها من الوجه السلبي بعض اللاعب شوف سمعت تصريحات أول يعني سمعت حسين علي شو يقول إحنا نريد نغير وضع مباراة فلسطين أول كلمة مباراة فلسطين والكل يشعر ما قدم في المباراة وحتى الجمهور اللي حاضر كان ممتعض وإحنا كنا يعني شوف المنتخب ما قدم وعنده مشاكل في البناء الهجومي وتفاصيل كثيرة في الهجوم لكن خلنا أخذها من الأمر الإيجابي إحنا رايحين على فريق نتنافس معاه اللي يفوز ممكن يوصل لكأس العالم بالنسبة الأكبر يعني مجموعة شيء آخر أنه هاي المباراة اللي تغير وضع وشكل الفريق واللاعبين هاي المباراة اللي لكن بموضوع التحفيز ما أريد التحفيز يصعد أكثر من الحد لأن هم اللاعبين تحفزوا اللاعبين عرفوا أنه بعد مباراة فلسطين وضعنا مو تمام فنيا احنا نعاني يعني نص ساعة وأكثر من 40 إلى 40 دقيقة احنا ما قدرنا نبني هجمة والفريق الفلسطيني يلعب بمنطقتنا ويبادر ويهاجم وحتى يبادر بأكثر من لاعب ووصلوا يعني للمرمى زين. من أكثر من حالة فلذلك هذا الموضوع الأهم هو إشكون يلعبوا الكوريين يعني السيستم النظام الشكل ما يتغير مع كوريا هو نفسه من يدخل للملعب احنا شلون نلعب احنا اما نقدم مستوى كلش عالي ضد الفرق اللي بهالمستوى من ناحية الحماسة الاندفاع اذا جريناهم لمباراة قتالية على الكرات بحيث ضغطنا الملعب في مناطق معينة والفريق كله قاتل على الكرات بحيث يعني مو فقط التمرير المنعه كتلة واحدة نقاتل على الكرات المشتركه والثانيه واي كره ونلعب بشراسه وبقوه اذا سحبناهم لهذا النوع من المباراه لهذا النوع من
أكيد راح فرصنا تكون أكبر في تحقيق نتيجة إيجابية. يعني فرصنا تكون أكبر إذا ما سحبناهم لهذا النوع من المباراة مثل ما صار مع الأردن اللي كان يفكر في الفوز يعني، وحتى من اشترى كيزن وصل للمرمى لكن ضاع في المباراة. هذا حوار متقدم بعدين أسألك به، خلي أسأل الكابتن. كل مدرب يدرس المنتخب المقابلة، يعرف نقاط قوته نقاط ضعفه، وهذا ما عمله كأساس والكادر. أنا أريد أسألك سؤال فني، شنو يتميز المنتخب الكوري؟ نعم، سؤال هذا حلو ومهم. قبل كل شيء طبعا هو الكاساس اصلا محلل جيد، فالمفروض هذه الامور تكون سعفة هذه النقطة جدا تكون واضحه عنده جيد. شاف الفريق اكثر من المباريات، وطبعا احنا متعودين على الفريق الكوري يبدي متعثر دائما بعدين يتصاعد. الفريق المنافس اللي عندنا اليوم فريق يمتلك انه يمتلك الوسط، وهذه مساله مهمه جدا. وصعود ظهيرين مع اللاعبين الوسط وعنده رقم 6 و8 من افضل اللاعبين الممولين للامام هاي وحده. امتلاك خط الوسط، انا البارحه تكلمت في نقطه مهمه جدا يمكن كان صاد رافد معايا. عندهم شو يسوون؟ يمتلكون منطقه الوسط ويلعبون على الاطراف، يلعبون بعدين الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء. هنا السؤال، اذا كاساس لعب بقلبين دفاع راح يضطر واحد، اذا لاعب اجتاز الظهير مالنا راح يضطر واحد من قلب الدفاع يتحدى للاعب. هنا راح يفرغ منطقه البوكس. ما يميز فريق كوريا ينتقلون ثلاث لاعبين الى اربع داخل منطقه البوكس ويسجلون اهداف، وهذا ما شفناه مع الفريق الاردني. اذا كاساس اما يلعب بثلاث قلوب دفاع، هنا نحتاج الى حلول لهذا. اما ثلاث قلوب دفاع، ثلاثه قلوب دفاع، واما اذا عدى اللاعب اختلق الظهير مالنا لازم واحد من الارتكاز يغطي. لانه احنا اذا اخرجنا لاعب قلب الدفاع هذه مشكله ضخمه. اثنين، شو يمتلك الفريق الكوري؟ لا مو هذه النقطه بس كلش مهمه. يعني تقول في حال لعبنا بالاربعه والجناح اجتاز ظهيرنا مو القلب دفاع يطلع له، على الارتكاز يبقى مكانه قلب الدفاع بالضبط لتغطيه العرضيه. لان اذا طلع هذا، واذا لعبنا بالخمسه طبيعي يطلع واحد بالقلب الدفاع ويبقى اثنين. تمام، فهذا يامن لنا اقلها الكره اللي راح تلعب، وهم هذا اسلوبهم. هذا فقط يعتمد عليه المنتخب الكوري انه على الاجناب نعم، لا حتى تسديدات من خارج منطقه الجزاء. يعني اكو عندك كثير من الحلول، عندك اكثر من حلول. زين، عندنا نقطة مهمة هو استعادة الكرة بأقل وقت. من خلال شنو؟ من خلال عملية الضغط على الفريق. عملية الضغط على الفريق، واحنا حتى نكون صريحين، احنا فريقنا لا يجيد التخلص من الضغط، وهم دائما يسوون الزيادة العددية في منطقة المنافس ودائما يخلونا في منطقتنا. هذه لو تشاهد المنتخب ويلعب ويا الأردن، عندما حامل الكرة الأردني من كل عنده كرة تلقى اربع خمس لاعبين حول المنطقه المحيطه بالكره، فما يعطيك مجال حتى تتنفس ولا يعطيك مجال انه تبني عمليات الهجوميه. بما انه احنا عندنا مدى نقدر نفك الضغط عن المنتهي، انا اعتقد الكرات الطويله للخط الامامي ونقل اللعب الى الامام راح يخلينا انه الخمس لاعبين او اربع لاعبين اللي متواجدين في منطقتنا راح يكونون خارج، يعني احنا نسميهم اوت اوف ذا جيم، كرة إلى خط الهجوم. الشغلة الثانية، الفريق الكوري يمتاز بسرعة الأداء وسرعة الانتشار. وهذا يعني احنا محتاجين إلى مدافعين مثل ما قال كابتن رافد، محتاجين لاعبين وسط يمتازون بالأسلوب الدفاعي. احنا بكرة محتاجين دفاع شرس. ليش؟ وعندنا هالميزة لأن احنا عندنا الالتحامات البدنية احسن من عندهم. منو يمتلك هاي المواصفات عندنا؟ انا رايي غير، يعني امجد عطوان. نعم، فقط امجد عطوان بالنسبه لي لازم يكون اساسي. لازم يكون اساسي لان يعني عنده هاي الامكانيه وعنده القابليه وعنده الخبره، هو لاعب مع الفريق الكوري وعنده هاي الشراسه. وغير هذه امجد عنده الحس الهجومي وعنده الكرات اللي احنا نسميها الكرات النظيفه واللي الكرات اللي الحاسمه. فأنا أعتقد يعني أمجد بكرة مع خبرته وهذه يكون متواجد، هذا طبعا يبقى القرار كأساس. زين، ميزة منتخبنا شنو؟ أنا سألت الكابتن ميزة منتخب كوريا، ميزة منتخبنا في هكذا مباريات شنو كابتن؟ هو القدرة على عمل دفاعي جماعي.
مثل ما كنا متعثرين في المباراه الاخيره من ناحيه مو النتائج من ناحيه الاداء بسبب الفشل في بناء عمل هجومي جماعي. كلها حالات فرديه، والحالات الفرديه بدات تنقطع عندنا في منطقه الوسط، وصارت عندنا شفنا الهدفين اللي سجلنا طيله 3 مباريات هي عباره عن كره ثابته صعبه جدا، وتكلمنا عن ايمن كثير وانا اعتبره مثل واعتبره يتكلم بيه اليوم مدرب كوري تحدث عن خطوره ايمن حسين كمن واهميته في هذه المباراه. حتى كمن جاي يعني كمن جاي لاعب بايرن ميونخ من افضل افضل لاعب عمق دفاع في اسيا. انا اعطيك كمن جاي افضل لاعب دفاع عمق دفاع في اسيا راح يواجهنا، فاكيد ما راح يقل يعني راح يحاولون يمنعون هاي الكرات اللي تجي بالجزاء، خليك برا الجزاء بوسط الملعب. تعرف لما يدفعون خط دفاعهم الى 40-45 مو مثل الشكل الفريق الفلسطيني او الكويتي او العماني وراجع متاخر فقط المساحه، يعني ايش قد نحصل على الكرات المرتده مثل ما مثل نموذج اليابان اللي احمد طلعه. هاي اللي عندنا هذا التماسك الدفاعي يجب ان نعمل عليه احنا في الخيارات وفي العقليه، هو هذا باتجاه ما يفكر به كاساس مو عكس. ولذلك كل ما ينسأل وتحدثنا في الحلقة السابقة معاك ليش كاساس دائما يقول أنا مو مع اللاعب هذا لأن ما يملك القوة البدنية، بمعنى احنا نفكر بالطريقة الدفاعية، يعني الواجب الدفاعي وما يترتب عليه، يعني الواجب الدفاعي في الملعب والفلسفة وما يترتب عليه من خيارات تروح باتجاه اللاعب اللي قاطع واللي يتمركز صح في الحالة الدفاعية. فلذلك أغلب لاعبين في منطقة الوسط المحاور هم لاعبي ارتكاز ما جاي يعجزون على العمل الجماعي، لكن لو دافعوا صح وتفريق مثل كوريا راح يحصلون الكرات المرتدة وحالات الانتقال من الدفاع إلى الهجوم. لو نقلنا خط الدفاع في وسط الملعب تكون أفضل، لو تراجعنا أكثر يعني في الربع الأخير الدفاع متأخر تريد متقدم؟ لا مو متقدم أبدا، يعني ما نلعب لا متقدم ولا متأخر، نلعب في الثلث الوسطي مثل ما ليش اغلب الفرق ليش؟ حتى نوازن، ولما نقطع الكره تصير عندنا مثل مو مثل ما صار مع فلسطين في اخر نصف ساعه ما قدرنا صار عندك سهوله الوصول يمكن حتى تقدر تطلع بالكره بالضبط. كل ما نقطع الكره في مناطق وسط الملعب راح تكون عمليه تنظيم الدفاع للفريق المهاجم عليك صعبه، لان خط الظهر ما متوازن فما يقدر يعدل وضعه بسهوله. هاي الفكره طبعا شويه تختلف عن فكره الكرات الطويله لان هم راح يمنعونا من هيجي لو صعد خط دفاعهم 40 و 45 يارده، لو عندنا الكره من بناء اللعب لو خط مثل ما صارت يعني مع الاردن، الاردن قدروا يكسروهم بالدربلينج، يعني نور عندهم في الوسط نور رجدان ولاعبين في الوسط، احنا الدربلينج اللي جاء يعني حتى بعد انه مو العمل الجماعي العمل الفردي لا لاعبي المحاور ولا اللاعب اللي امامهم صناع اللعب او لاعبي الاجنحه مثل علي جاسم ومثل هم بالدربلينج جيدين، ولا العماري ولا صفاء اصلا ما يسوي دربلينج ويدخل، ولا حتى امجد من دخل ما جت هاي الفرصه يعني، ولا حتى يوسف الامين وابراهيم باش حتى لما الوضع الدفاعي وين يسوي الدربلينج؟ يروح على المنافس ويدخل نفسه في وضع هنا هي هنا القرار، يعني إمكانية اللاعب مو كافية حتى مع منتخب مثل فلسطين اللي احنا نشوفه ضعيف، هو مو ضعيف وحتى لو عنده ضعف احنا بهذا الأداء وبهاي الطريقة وبهاي العقلية بالقرار اللاعب لما عنده الكرة ولما ينتزع الكرة ولما حالة المنافس ما متوازنة احنا قرار اللاعب سيء، كيف نقدر نسويه سهل في الملعب؟ الفرق بيننا وبينهم هم متأنين يدورون كرة ياخذون وقتهم في الكرة قرار لعب الكرة ويقود كل هالعملية، عندهم 3 لاعبين متميزين على لاعبينا للأمانة ما عدا ممكن أيمن ممكن أحيانا علي جاسم كان اللي هو كم من جايل تكلمنا عليه، وهوانغ رقم 6 من أفضل لاعبين لاعب فاينورد لاعب متمكن وصل لفترة أخذ وضعه الأساسي طبعا بارك أيضا مع لاعب العين، لكن الأميز والأخطر واللي أكيد كأساس راح يعني يوقف عليه كثير، يعني حتى من يعني ممكن أن يفكر بلاعبين على اليسار يعني احمد ومرخاص لي قبل الحديث لي. عن العناصر باختصار حتى انتقل للكابتن، رايك بتصريحات كاساس في المؤتمر الصحفي اليوم؟ يعني والله احنا ما نريد يعني ناخذ الامور من جانب فني مهني لا لا من جانب سلبي يمكن مباراتنا بكره، لكن اكو
علامات استفهام عليها، خصوصا الحديث على العقد. أنا يعني لو تفسره الحديث على العقد وما بعد العقد، أنه يعني قال عبارة أنا ما يعني ما فهمتها بصراحة، خلي يفسر ولا واحد راح يفهم. أنه الاختبارات العد الكوريين، الاختبارات، اسمع هاي الكلمة، اختبارات ما تجي بالعقد. شنو الاختبارات؟ أنا أتعاقد معك أختبرك أنت كمدرب؟ لا، المفروض مقتنع بك. هاي العبارة ما عرفت يعني بصراحة، هل الترجمة خطأ؟ يحتاج لها عندي يعني توقف عندها، شنو يعني اختبروه ورفضوه؟ ما أعرف يعني. فهاي الاختبارات أو مع منو، ما قال تكلم مع منو، رئيس اتحاد أو ما صرحوا معه. زين، ما كان الأولى بعد طرح السؤال يقول لك سؤال انطرح عليه أنه يرفض الإجابة ويقول الأسئلة تحدد فقط على مباراتنا، اترك الماضي طبعا. يعني المفروض كان لا مو المفروض، هو حر في احنا نناقش ما قاله. زين، اما هو حر كرجل مدرب، انت تناقش اللي حكاه. اي طبعا، ما ملزم يعني، انا مو وصى عليه حتى اقول له قول هيك ولا تقول، انا افسر اللي قاله. انا كلمه اختبارات ما سامحها من مدرب درب منتخب وطني وانعرف ويريده، يعني يريده منتخب وطني اخر ويتواصل معه عن طريق الاختبارات، طبعا حسب كلامه. الكلمه الاخرى اذا اردنا نفسر الكلمه حرفيا بما وصلت. اي طبعا، شو استنتجت منها؟ لا انا ما يعني هو يفسرها، انا ما عندي اي تفسير. انا الاختبارات الاختبارات في اشياء اخرى، مثلا انت عندك تكنيكال دايركتور وممكن يستقطب مدرب لفئه الشباب، لفئه يسوي له طبعا اسئله، مثلا عنده شورت ليست، يصير عنده ليست بالبدايه، مثلا اكو 10 مدربين مطروحين، بعدين اللجنه توصل الى 3 مدربين، بعد التواصل معاهم ممكن ان يصير اختبار. زين، واسئله عن، لكن هو ما يعني الاتحاد الكوري وعلى مدرب منتخب وطني اخر ويسوي له اختبارات، فما اقتنع. يعني هل ممكن تحتاج الى تفسير؟ طبعا. زين، ما اعرف انا ايش كان. الكابتن وميض منير في حلقه سابقه تحليل مباراه المنتخب الوطني ذكر بالحرف الواحد إنه كوريا بعيدا عن منتخبات المجموعة تنافس على المركز الأول، وبقية المنتخبات تنافس على المركز الثاني. انقلبت الدنيا عليك، شلون هيش تحكي وعلى أساس وشنو المحللين؟ طلع اليوم كاساس بمؤتمر صحفي حكى الكلمة اللي حكاها كابتن وميض قبل أسبوع كوبي بيست، قال كوريا تنافس على البطاقة الأولى ونحن والأردن وعمان وبقية المنتخبات تنافس على والأمانة تقبلتها الجماهير، قالت والله عم الحكي منطقي، كوريا منتخب عالمي. فهنا معيار تقبل التصريحات من قبلكم مقارنة بنفس التصريح من كأساس، ليش؟ شنو المفارقة؟ يعني ما أدري، لازم عيون خضر وشعر والله دا أقول لك يا والله دا أقول لك عيوني مو خضر بس لك الوان لا شوف، أكو أشياء يعني وقائع، يعني هذه يعني مو يحتاج، يعني حتى الجمهور أنا يعني اليوم دا أشوف التصريحات، الجمهور صار واعي وصار مثقف ويعرف شلون يتعامل مع الهدف. أنا بس أضيف نقطة يعني على الأستاذ رافض، انت سالت سؤال انه الاسلوب الفريق العراقي، احنا اسلوبنا الان كل العالم حيتفقون وياي انه بدنا نعتمد على لاعب ولاعبين، هذا اسلوب غير ناجح. الان هو الاسلوب هو الاعتماد على اللعب الجماعي، تتفق معايا لو لا؟ سلام. احنا صار اسلوبنا ايمن يلعب احنا نفوز، ما يصير هذا، هذا مو كره قدم حقيقيه. زين، احنا بكره محتاجين الى دفاع منظم والى هجوم متوازن، هذا شعارنا يكون. وين الدافع؟ دافع بالوسط، دافع بالمؤخرة، المهم يعني الحس العالي للاعبين يعني الحضور الذهني في الجانب الدفاعي بكرة جدا جدا مهم، وخاصة نحن أكد دائما على 20 دقيقة الأولى، لأن هذه لحظات يعني لا سمح الله لا سمح الله إذا سجل علينا هدف راح ندخل في متاهات وراح ندخل في سيناريوهات أخرى. لكن أنت حافظ على الوضع هذا، واكيد يعني انت شو تتوقع السيناريو بكره؟ احنا راح نهجم؟ لا. اكيد السيناريو راح يكون هم الفريق المهاجم، خاصه الدقائق العشرين مع يعني الوقت الفريق ما يبدي يتحرر. احنا نهجم كل ما اجت الفرصه، كل ما ارتكبوا خطا، كل ما قدرنا يعني ننتقل من حاله لحاله. اما بعدين الحالات الثابته، يعني انا مع كل احترامي وتقديري الى كاساس، أنا متابعة يعني قبل صار تقريبا سنة ونص مو مع المنتخب، انطيني حالة ثابتة ركنية لعبت بشكل ملعوب، كلها كلاسيكية، كرة أوفر، فاول نفس الشيء،
يعني هذا ترى عمل مدرب، هي احنا مو هذا، لكن احنا نشوف وقائع. انطيني ركنيه في اليوم لعبت من سلم كاس اسلحه لحد الان، وهي بكره القدم الحديثه تعتبر حل من الحلول الهجوميه. اي لا لا مو قصدي ملعوبه، كره ملعوبه. احنا شنو عندنا الكلاسيكيه اوفر مباشر. هو ما حقيقه يقول لك احنا عندي انا لاعبين اطوال نعتمد على الكرات، لكن اكو فنون بكره تحريك الجزاء. الفاولات متى نستغلها؟ يعني انا شفت اكثر من فاول، متى اللعب بالشكل الصحيح؟ واحنا يعني حتى نكون بكره عندنا نوعين، نوع الهجوم المرتد ونوع الحالات الثابته. صحيح. الهجوم المرتد شو يحتاج لنا؟ يحتاج لنا سرعه في القرار، ويحتاج لنا زياده عدديه للامام. وانا اعتقد انه احنا نمتلك القوه الهجوميه الرباعيه. زين. اللي هم ايمن ويوسف وعندك بايش وعلي جاسم. احنا بكره انا اقول لك اذا دول الرباعي اذا كانوا يعطونا عطاء 70% من مستواهم انا اقول لك نفوز بالمباراه. والله اذا انطونا 70%، اذا يوسف الامين انطى 70% من مستواه وعلي جاسم انطى 70 وبايش انطى 70 نفوز بالمباراه. 70 مو اكثر، مو اكثر، ما اريد اكثر. زين وشوف تذكرني، لكن اذا دول ما اعطوك هذا المستوى راح ياثر. زين خاصه انت كمدرب وعندك ثلاث اسلحه ذكرتهم حاليا هجوميه، شلون تستفزهم او تحفزهم وتطلع منهم ال 70 لا بل ال 90% من مستواهم؟ هذا دور المدرب. شنو الطريقه؟ شوف كل لاعب عنده طاقه كامنه. طبعا كل انسان كل انسان عنده طاقه كامنه. يعني اجي لك فد مثل بس هو يعني اسمح لي به. يعني انت اقول لواحد تقدر تصعد هذا السياج؟ يقول لك لا هذا مستحيل. يقول لك بس عفوا خلي يلحقك شلب، عفوا يصعده لو ما يصعده. هنا دور المدرب. زين وطبعا هاي حتى على اللاعب، اكو لاعب يقدر يطلع طاقه واحنا مثل ما ذكرناها. هذه مباراه من العمر، هذه مباراه راح يسجلها التاريخ. اللاعبين هو اللي يفكر اللاعب انه بكره اذا سجل هدف على كوريا الشعب العراقي يمكن بعد 20 سنه 30 سنه حيتذكرها. مثل ما نتذكر احنا حسين سعيد هدفه على ايران لحد الان الجمهور يتذكره. لا ليش احنا اخر هدف رسمي سجلناه على كوريا سنه 93 اليوم. ايه. نقول يا بقى ترى حبيب. ايه. جعفر وليث. ايه. حسين بال 93 اخر هدف على كوريا رسمي واني قبل مباراه 2007 جزاءات واني الثاني همنا قبل ما نسجل هدف على يا سنه بال 84 التاريخ اليوم. ايه. الناس تعيد جول عدنان درجان من نص الملعب. على كوريا. اه. اللي سجل على كوريا وبتصفيات كاس العالم. ايه. بالاولمبي. انت اسالني السؤال من التاريخ. ايه. انت اسالني السؤال، هل هذول ثلاث لاعبين عندهم هاي الامكانيه؟ عندهم عندهم. انا اقول لك ما عندهم، لكن لحد الان تدري احيانا اللاعب يعني يمر بدروب، لكن بكره محتاجين كل جهودهم، محتاجين تركيزهم العالي. مو هي المشكله هسه نتفاوى على يوسف وبايش مثلا. نقول علي نلتمس للعذر بعيد. افضل عطاءاتهم بالدور السعودي. هذا كلام. ليش ما يستثمر بالمنتخب؟ هذا كلامنا. يعني انت ما يصير انت بايش يعني تعاد تقيم مثل كريستيانو بالدوري السعودي. اذا احنا من نريد انا نريد هنا شو خلصت؟ قالوا بايش مثل كريستيانو بس تقصد الافضل بالمباراه. حصل نفس الرقم. حصل نفس هذا. يعني قصدي ويسجل ويسجل ويصنع وركيزه كمحترف. اريدها بالمنتخب. بالضبط بالضبط. واحنا الوضع اللي جاي يصير في المنتخب مختلف تماما. عمليه نقل الكره يعني شوف الدوري السعودي ميال للهجوم اكثر كل الفرق حتى الفرق الضعيفه. يعني مثلا تروح على اي فريق لما يواجه الهلال هو ما يستكين ويدافع ويرجع، فتشوفه ينتقل، شوفه يهاجم، يشوفه اي فريق يعني في الدوري السعودي، العقليه هنا مختلفه، المباريات المنتخبات الوطنيه وتصفيات كاس العالم صعبه جدا ومعقده من ناحيه التكتيكيه. الفرق تتماسك، الفرق تريد تصعب عليك خصوصا الفرق اللي اضعف من عندنا من ناحيه اللاعبين، شفنا يعني المنتخب اللاعبين الوسط منتخب الفلسطيني كانوا اكثر شراسه من لاعبينه، دخولهم على الكره قطعهم، حتى المدافعين حالات كثيره كانوا اكثر شراسه في قطع الكره، فلذلك كل المباراه مشحونه، من اللي يسهل هذا؟ اولا نلعب يعني المنتخب الكوري اعطيك اشوفك النموذج اللعب به ضد الاردن لما لعب باريحيه وقدر يسجل الهدف قدر ان يعطي اكثر على مدى 90 دقيقه. احنا حتى من نسجل الهدف ضد فريق يعني مثل يعني عمان او فلسطين ما جاي يصير عندنا الاريحيه، لاعبنا دائما في الوسط مضغوط، الحركات اللي كل التحركات اللي بدون كره
وحتى مع الكرة والاستدارة والرشاقة والمرونة بالحفاظ على الكرة، لا هي من عمق الدفاع ولا هي من منطقة الوسط. الشيء الآخر اللي جاي عقد الموضوع أنه إحنا مو فقط لاعبين الارتكاز اللي ما جاي يساهمون، صانع اللعب يعني هل هو علي جاسم، هل هو إبراهيم بايش، وليش ماكو صانع لعب غيرهم؟ هم لاعبين أطراف وجاي يستخدموا المدرب كأطراف. عندنا صانع لعب بالعراق كابتن؟ عندنا طبعا يعني محمد سامي، عندنا معلش ترى صانع لعب محمد الآن كرة القدم هواي لاعبين، عندنا كرة القدم الآن الحديثة الفريق كله صناع لعب بالضبط ظهير يعني صناع لعب واضح بس صحيح. أريد حساسية لكن يعني لكن خصوصية هذا احنا عندنا هسه عندنا بالعراق صانع لعب في خط الوسط هسه احنا شفنا المباراة السابقة يعني صفاء وامير ما ينتقلون على الملعب المباراة شيرات شلون ساعدهم زين كحاله تكتيكيه انا اسال سؤال واحنا نلعب مهاجم واحد مو بمهاجمين شلون نساعد إراد واحد إراد لاعب يقدر يفرغ ويسقط معاهم ويطلع بالكره معاهم منو عندنا بهاي المواصفات مو قلت لك انا بالنسبه لتقييمي وانت يعني قلت محمد سامي بعد لاعب شاب ما ماخذ فرصته لا محمد سامي مو يعني قدم نموذج رائع ليش لأن يستقبل تحت الضغط ويعمل الاستدارة والدربلينج مع نوروز مو مع الجوية مع الجوية محمد سامي يلعب طرف صحيح مع طرف ما يلعب غير محمد سامي محمد قاسم محمد قاسم أي وحتى لاعب الشرطة يقدر أن يجيد الدورين يعني على جانبه لأن الدربلينج بسام شاكر نعم. هذا التوظيف احنا كنا نحتاج يعني مثلا انت لما احتاج المدرب مثل هيش نوعية وين راح على الوئي العالي لاعب محور مو لاعب صانع العاب من يباوع عدك خلفه كلهم لاعبين لو ارتكاز لو محور لو ولا لاعب صانع لعب صانع لعب مو بمعنى انه فقط خلف المهاجم واضح يسافي ولذلك عنده مواصفات تسعفك في بعض بكرة المباراة راح نشوف منو اللي خلف المهاجم اللي هو لي سونغ لاعب ماينز اللي سجل علينا بالمباراة الودية واللي سجل اول هدف على الاردن متمركز لاعب حتى مو قوي البنية لكن التسديدات عنده ممتازة وتمركزه خلف المهاجم يعني هذا النوع من اللاعبين هسه احيانا نحتاجه احنا نص ساعة احيانا ثلث ساعة اذا احنا استمرينا بنفس الشكل هذا والمدرب مستمر زين. على مدى ثلاث مباريات عندك تعليق نعم عندي تعليق يعني انا راقبت امير العماري مع الاردن 19 كرة لعب للخلف زين احنا شو كنا نوصل مع الاردن لو مع فلسطين مع الكويت اللي قبلها زين. 19 كرة هذه 19 كرة للخلف زين انا شو كنت اقول شو كنت اوصل للمرمى وهذا لاعب ارتكاز مهم راح اعطيك واحده قويه حتى هذه لا هي هاي وحدها قويه ايوه لا حطيك هاي الاحصاءات احنا نفقدها يعني نحتاج واحد من احصائيه لكل لاعب اتمنى المحلل الفني يراقب بكره امير العماري كم كرة عرضية حيلعب وكم كرة حيلعب للخلف أترجى أنه خليه يراقب هذه وأترجى من الجمهور والمحللين وصار رافي الأول واحد يعني أدعو راقب لي أمير العماري بكرة اللعب السلبي رح يلعبه وأنا مش قصدي هذه لكن إحنا هذا أسلوب الأقوى أكو بعد واحد أقوى واحد أقوى نعم. يا الله إحنا إذا يعني خسارتنا مع كوريا أهون من خسارتنا مع الأردن والله سيميو 2 هي 3 نقاط راح تخسر لا انت اخسر مع كوريا بس فوز على الاردن واذا فزت على كوريا وخسرت على الاردن هاي يعني بيها توازن لا ليش تقول اصعب شنو الفرق شوف مو هاي شنو الفرق لانه حساسيه احنا مو حساسيه احنا المنافس الاقرب لنا احنا حكيناها الاردن وما بعد عمان هو فاز على الاردن زين ومع العلم بكره اكو مباراه راح تخدمنا اللي هي عمان والأردن ايش تتوقع او ايش تتمناها التعادل وحتى لو اي واحد يفوز راح تكون النتيجه بصالحنا في حاله احنا ان شاء الله بكره توفقنا على اقل تقدير انا بكره اذا ياخذ الفريق المنتخب العراقي نقطه انا اعتبرها هذا انجاز وفرحه كبيره انه لان انت تنافس يعني منافس شرس جدا زين. وعلى ارضه وجمهوره قبل لا انتقل للكارت واصلا صفاء هادي وامير العماري مهددين بالغياب في حال حصولهم على بطاقه صفراء يوم غد يعني ربما ما يشاركون في مباراه الاردن اي لا هي حتى بالنسبه للامير العماري حتى صفاء صفاء يعني لاعب متمركز صح يسترد الكره لكن بقى ستايل بطيء يعني عمليه الانتقال تصير عنده بطيئه شلون تتطور هاي الحاله على الاقل بنقل الكره الطويل هسه اذا انا ما اسوي الدربلينج السريع والاختراق او ما اجازب بالكره يعني حتى بين الخطوط
اغير الكره من جهه لجهه خلف الاظهره بدقه، هاي النوع من المواصفات اللي تخدم لما تعوض البطء. طبعا احنا لازم نحل المشكله في الوسط، عندنا مشكله في بس الوسط. انت ما حليت لي المشكله اللي ذكرها الكابتن انه يقول لك امير العماري مسوي له احصائيه 19 تمريره للخلف في مباراه. هذا وين نروح احنا في التحليل؟ شنو تفسيرها؟ طبعا نروح في التحليل على الوضع الكره نفسها، يعني الحلول المتوفره، الحلول المتوفره عند استقبال الكره، ضغط المنافس، منع ممرات التمرير وين كانت، منو افضل قرار، هل تاخر في القرار، هل كانت قرارات افضل، هاي كلها تشوف الفيديو، كل الفيديو بال19 حاله راح نشوف هل ممكن احنا يطلع ولا اليوم ما يطلع. اليوم قريت لك منشور هو قديم بعدنا بمحورنا تقول صفاء هادي يعني هو مع بيروزي يمكن مع ناديه مع ناديه مع ناديه هو نفس البطء مع الجوي نفس البطء مع كتنش نفس البطء مع مدربنا خيسوس هذا ستايل مو بطء بمعنى يعني هو انت احسك تدافع على اللاعب يقول هو هذا ستايله وهاي ميزته والمدربين قابلين به بالضبط ولذلك هو المدرب يعني سواء في الجوية أساسي صفاء رغم أنه منافسين ممتازين عنده في هذا المركز وحتى في المنتخب رجع عليه المدرب ليش نفسر احنا ليش المدرب اللي يفكر بهالطريقة شي يريد لاعب متمركز صح لاعب يسترد الكرة احنا الآن في كرة القدم أنا ما أفكر بهالطريقة رغم انه صفاء حتى يعني شو افكر شلون يطور امكانيه الهجوميه هذا واجبي طبعا. خصوصا مدرب النادي اذا اعتمد عليه لازم يطور انا اقول ماكو لاعب ارتكاز الان فقط يعمل الدور الدفاعي طبعا انتهت هاي الفكره نعم طبعا هاي انتهت احنا دور التحدي يجب ان نعم. انتهت كاسيميرو النموذج انتهى صرفت. يعني كل النماذج اللي هو حتى كاسيميرو طور من نفسه وراح يسجل ويسجل الان 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 يعني كل اشوف كل المنتخبات يعني ماكو لاعب ارتكاز بس يدافع ماكو خلصت هاي طوية قدامة تعرف ليش كلمه يفلش الهجمه العدنا السابقه القديمه صح. البعض الاخوه يعني هاي ما موجوده ليش لان الهجمه تنبني بعد قطع الكره افضل فيجب ان يكون عنده القدره على القرار الصح لعب بين الخطوط حتى الدربلينج الكرات اللي يعني التوقيت السرعه سرعه القرار هاي اللي جاي يصير عندنا مشكله انا ما اعرف نعم دور المدرب حلها مو صعب بالمناسبه دور المدرب والمحلل في تقويم اللاعب اعطيك مثل احمد صلاح شافوا عنده اللمسه الرابعه ضعيف بيها يعني الاولى يعدي الثانيه يقدر الثالثه ممكن بس الرابعة يضيعها الكرة شوف نقطة واحدة تحليلية بدوا يشتغلون عليها على هذه أما ضعف بدني ها يا لاعب تقصد عفوا محمد صلاح محمد صلاح عفوا محمد صلاح سمعت لا إيه أنا قلت خلاص محمد صلاح محمد صلاح زين هاي بيا نادي مع ليفربول شافوا إنه اللمسة الرابعة ضعيف بها زين هنا اشتغل من اشتغل دورمان دور المدرب ودور المحلل في ايجاد هذا فهو صدر رافد يقول هذا اللاعب ستايله اوكي انا غيره انا غير الستايل ماله ضمن استراتيجي كابتن الله يخليك مو انا اريد اعرف معلومه مهمه هو اللي يغير لاعب كره القدم او يريد يطوره مدرب المنتخب لو مدرب النادي اللي باقي وياك ست شهور بالسنه أحسن ترى هو المدرب المنتخب شوف تشوف اللاعب احسنت بس استاذ علي احنا اليوم نتحدث هاي حقيقه ترى يعني ثابته ودليل كابتن ايد احنا اليوم نحلل اللاعبين اللي تكلم فيهم في ادائهم مع المنتخب زين هذا الاداء مع المنتخب هو المدرب ما مجبر على هذا الستايل وهذا النوع من اللاعب اذا ما عنده وقت يغيره يروح على لاعب فعلا ما عنده وقت يغيره خلينا نكون منطقيين لا لا انا ايش قلت نطور بعض يعني اذا لاعب هو ما يسوي الدربلينج ما يلعب بسرعه انا متفق وياك يفترض بس انه هو من اللي يطوره طيب. مدرب النادي او مدرب المنتخب هاي نقطة مهمة هاي اعرف بس مدرب المنتخب مو مجبر يختار مو مجبر ياخذه اي اذا هذا الستايل احنا اذا ما تقدر او ما يناسبك لا تاخذه لكن خلينا نتفق مدرب المنتخب مقتنع فيه طبعا مقتنع العشر استدعام ضمن الخمسة تأكيدا لكلامك بس اللي يطور انا بس هاي ملاحظة اللي يطور مدرب النادي بس خليني اعلق عليها وهو طبعا شوف اللاعب في كرة القدم كم كيلومتر يجري اثناء المباراة زين لاعبين الوسط اعلى 12 13 كيلو مثلا السؤال الاتي هل في النادي يتدرب يركض 12 13 كيلومتر في الوحدة التدريبية الوحدة التدريبية ممكن
في اوقات في انديتنا يوصلون هذا اللاعب هالمرحله. يعني احنا بما انه انت بدك تتجمع 5 ايام فقط، المدرب المنتخب الوطني يعني مسؤول على تهيئة اللاعب بدنيا للوصول الى هذه المباراه، فانت كلامك صحيح يجي جاهز. لا احنا بس مواصفاته مو بدنيه، يقول لك لاعب مواصفاته ما تنسجم ويا فلسفتي ما اخذه بالضبط. انا ما قلت لك طور، لا لا شوف شوف اكو مدربين اكو مدربين دفاعيه ويدربوا بطريقه دفاعيه حتى لما ينقل الدفاع للامام، احنا دائما اسلوبنا دفاع وواجبات. لا بس اسعد علي بهاي النقطه مهمه كثير اسريع، ما عندي وقت. استراتيجيه المدرب اول يوم يجي يحضر بالفريق شو يقول لهم؟ يقول لهم المدافع اللي عندي يلعب كره طويله ما له وجود في الملعب في الفريق. شنو معنى فلسفته؟ عمليه بناء من الخلف. كلمه واحده قالها، قال اي مهاجم يلعب كره طويله ما له وجود عندي بالفريق. زين بس هاي راح ترادفها، راح اكو تمارين يعني تدريبات تمام اليومية. بس خلي اخذ كارت لتاريخ المواجهات بين العراق وكوريا. حياكم الله من جديد. خلينا بعجاله نختصر الوقت كابتن وميض. نعم. تفضل نلعب بالخمسه للخلف لو اربعه خمسه، يلا اعطيني هيش تشكيله. نعم طبعا جلال اكيد هذا جلال زين. وعندك طهرين احمد يحيى وعندك حسين علي، قلوب الدفاع مرخاص وزيد وريمين سلاقه. طبعا هو امير عمار يعني هو ثابت عنده ثابت. أنا أفضل يعني أنا هذا وجهة نظري، مش وجهة نظري أمجد عطوان. أمجد عطوان أو إذا أمجد عطوان ما موجود يرجع منه بايش، لأن بايش عنده الروح القتالية في منطقة الوسط وعنده النزعة الهجومية ولعبه بهذا المركز. نعم عندك طبعا يوسف الأمين، وعندك على اليسار علي جاسم وأيمن للأمام. بس نعم. هنا مو كابتن كل أوراقك يعني منو الورقة الرابحة بالشوط الثاني؟ بس كلهم لعبتهم صار شيء تريد تعفور تريد تباغت تريد ناور. حلو سؤالك. أنا ليش ما أدخل بتشكيلة الفوز من الشوط الأول من البداية؟ تمام تشكيلتك والله إذا لعب بثلاثة نفسها لعب بثلاثة، لكن أنا القرار هذا مو سهل، ممكن يعتمد على التدريبات اللي عملها هاي 3 ايام. ليش قرار مو سهل؟ انا جدا المنطقه قلت لك ما بين الوسط والدفاع راح تكون صعبه علينا اذا لعبنا فقط بلاعبين بالمنتصف، الا اذا ادينا الضغط الامامي يعني او ضغط بمنتصف الملعب بشكل كلش شرس وقوي، اللي راح يصير علي عندنا صراحه يصير علينا الزياده في منطقه الوسط، راح يفرغ يزيد علينا لاعب في منطقه الوسط، وهاي يعني مشكله ممكن ان تواجهنا. كيف نحلها؟ اكيد باللاعبين العمق الدفاع المسار يطلع ياخذ اللاعب اللي يزيد من منطقه الوسط، لان يعني ماكو غير حل. احنا بهالطريقه من ناحيه تكتيكيه اتكلم. احنا نعيش في وانت يمكن متابع ويانا، نعيش في وضع صعب. المحلل اذا طرح له فكره تنقلب الدنيا، وجمهورنا عاطفي لدرجه انه ما يتقبل كل تصريح. ولذلك الكابتن فريد مجيد ذكر مفردة أنه يزن النعيمات في خط الهجوم أفضل فنيا من أيمن حسين بعيدا عن الأرقام أو مع الأرقام، والناس تأخذ بس هاي ما تأخذ تبعات الحوار وش قال وليش وهنا المشكلة، وهاي مشكلتنا أنه تأخذ بس المانشيت فنيا بإنصاف وأمانة. أيهما أفضل في خط الهجوم، يزن النعيمات لأيمن حسين؟ شوف كل لاعب عنده ميزة له مواصفات ومزفر. يعني ما نقدر احنا يعني ايمن الان هو اللاعب رقم واحد، من حقنا نطالب ان يكون هو من ضمن القائمه على الاقل، يعني مو لياخذ الجائزه من ضمن العشره، من ضمن القائمه اللي تترشح كافضل لاعب في اسيا، عطفا على الاداء اللي قدمه حتى مع نادي بالمناسبه، يعني حتى مع نادي القوه الجويه ايمن ممتاز ومع المنتخب. لكن لما شخص فني ينسال ويقول لك
يزن النعيمات لاعب ايضا متميز للامانه وتعمري ايضا لو انا موجود في القائمه ما راح اعترض عليه. احنا نتكلم كره قدم شيء ونتكلم عواطف شيء ثاني، لكن ايمن احنا نطالب بقناعه وجداره. لو كابتن فريد ايش قال؟ ما كفر، ما كفر، اكو فرق بين مو احنا الوعي لازم يرتفع عندنا، اكو فرق. يمكن التوقيت، يمكن الناس تعتقد انه هذا ضد ايمن، هو مو ضد ايمن التصريح، هو انه يزن يمتلك مواصفات ممكن كابتن فريد او غيره من الفنيين يشوفها اكثر. ليش؟ المراوغه، الدربلينج، اجتياز لاعب لاعبين كمواصفات. احنا ايه احنا نشوف الفاعليه الايمن مثل النطح، القوه، الاشتراك، هاي كلها اللي جاي يسوي، القفز على الكره كمحطه، التسديد بكلتا القدمين، هاي كلها تميل الايمن. فلذلك احنا لا نظل يعني حتى موضوع كاساس هسه صفحات ناس كثيره تمنعك تتكلم، انت تمنعك تتكلم لما زعلوا على كاساس بعد مباراه فلسطين، سمعت كلام الجمهور. احنا كفنيين ما نوصل هذا المستوى، ما نقول بس اكو فنيين قاموا يخشون من التصريح كابتن خشيه من ردود الفعل طبعًا. يعني اثرت على نوعيه الطرح. ليش؟ الوعي، هذا الوعي يحتاج لوقت، يحتاج للاعلام انتم ايضا تدعمون وما يعني مو اكو ما تتاثروا اكو موجه قويه طبعًا. حتى ضد الاعلام طبعًا. انه انت ما يريد يسمعك. يعني انا مثلا انسالت على مباراه اليابان، قلت هي مباراه اليابان اولا ما كانوا جيدين في كل البطوله ولا مباراه صعدتنا ولا، واحنا ما نظل نرجع في كل مباراه نقول مباراه اليابان احنا اخوان اتكلم مباراه الفلسطين قبل كم يوم اتكلم مباراه الكويت قبل، وهي اهم تصفيات كاس العالم طبعًا. واليابان هم وكوريا وضعهم سيء كان بالبطوله، حتى الان وضعهم ممتاز بالتصفيق. السؤال للي عنده احصائيه، احنا الان عندنا 7 نقاط، ايش قد يحتاج لنا حتى نتاهل ونضمن التاهل من المباريات القادمه كباتن؟ من 7 مباريات نعم. عندنا من 21 نقطة اي لو حصلنا 12 نقطة حتاهلنا 12 نقطة من 21 يعني اذا نحسبها حسابيا مع الكويت فوز مثلا هيك قصدك نعم. فلسطين هاي 6 عمان 9 و... ونحصل اي واحدة 3 نقاط من اي مباراة من الاردن نعم. يعني مسموح لك تخسر لعبتين نعم وراها نعم لا انت شوف تريد ترتاح عندك لا 3 لعبات انا بعطيك 3 لعبات كوريا كوريا هسه فلتت كوريا تعادلنا مو مشكله تجي وراها من بعد اردن وعمان بدنا نحسمهن يعني احنا بشهر 11 احنا حاسمين وصلنا الكاس لو انا صعد لو وضعنا يعني ارتاح واطمئن اذا في حاله حتى لو ما توفقنا بفوز مع كوريا لا سامح الله حتى لو تعادلنا انتهى البرنامج عندنا مباراه لا بعد عندي 4 دقائق ما زلت بس انا عندي رساله بعد الى الفريق الى المنتخب الكوري الكوري نعم تفضل هذه نقول له اكو مثل مقوله شو تقول؟ يقول لك حتى لو كان سريرك من ذهب هذا لا يعني انك لا ترى الاحلام المزعجه. ان شاء الله بكره سود الرافدين راح يشوفوهم الاحلام المزعجه باذنه تعالى. حلم مزعج راح نكون الكوريا؟ اي هم سريرهم ذهب يقول لك هذه واحنا ويبغون علينا من بروج عاجيه اها هذا لا يعني انه ما يحلم احلام مزعجه، بكره ان شاء الله الفريق العراقي وسود الرافدين متفائل جدا. بس اكو شيء اخر تحيه للكوريين الحقيقه مو يعني على منتخب وجانب فني شوف شلون استقبلوا والله نقطه كلش مهمه شغلات حلوه روح يعني اذا تشوف الترحيب واليوم اكو كوري لازم العلم لازم العلم العراقي ويصيح هي هي كاساس ابو الغير يروحون على لاعبين راسمين لهم لوحات اي ويوقعون كل اللاعب فشوف تحس يعني بالفعل شيء رياضي الشعب مسالم تشوف تروح على افريقيا ليبيا ونيجيريا تبهذل المنتخب الليبي حتى يدخل والاخوه الليبيين اكيد ردوا لهم اليوم وصارت مشكله على مستوى التصفيات فلذلك احنا بالمناسبه احنا ترحيبنا بالفرق مو اقل من الكوريين والحقيقه جمهورنا رائع والحقيقه ونتمنى مع كل الفرق يعني يجينا وفد من السعوديه على عيننا وراسنا يجينا وفد من فلسطين او كوريا على عيننا وعلى راسنا بعدك بالطلبه كابتن لو خلص فيك سؤال على نهايه الحلقه على مشارف حاليا خلي هذا السؤال متروك بعدين بعدك لو بطلت لو طلعت لي والله خليت منشور تم طالع ما ادري يعني بعد يعني لو بعدها مفاوضات في يعني الامر متعلق وانا صراحه يعني عندي موضوع اذا اسافر لقطر يعني ابقى 10 ايام ومن ارجع احسن الامور كلها زين تفاجأت من الواقع جدا الواقع الرياضي جدا يعني انا تدري عايش في بيئه مثاليه في كره القدم 30 سنه في قطر يعني هم يعتبرون عاصمة العالم في كرة القدم
يعني الاجواء الاحترافيه بكل معانيها. فانا جيت هنا بصراحه يعني صدمت صدمه كبيره، مع العلم انا ترى عندي معرفه بالواقع الرياضي، لكن من دخلت بس انت تصور شيء وشفت شيء ثاني؟ جدا والله جدا، يعني انا تفاجات ويعني كثير امور وللاسف يعني يعني للاسف. خلي اسالك سؤال، انا اسف حطرحها بالاعلام بس حتى الناس تعرف احنا وين واقعنا، وانت جاوبني بنعم او بلا حتى ما احرجك بالتفاصيل. تهددت بالقتل بعملك بالعراق رياضيا؟ نعم. يعني هيك واصلين مرحلة؟ نعم. احنا من ال نعم تهددت بالعشائر وبالقتل، وانا ما صار لي يومين من جيت من قطر. زين يعني هذا واقعنا للاسف. زين السؤال الاخير كابتن، اريد تعليقك بما حصل اليوم من تطورات في نادي الزورة. والله حقيقة أتمنى القانون يعني يأخذ مجرى، والقانون إذا في خطأ أيضا يعالج، ما يستمر القانون. وأتمنى التزام الأولمبية في تصريحات رئيس السيد رئيس اللجنة الأولمبية، يلتزم في تصريحاته اللي هن حتى تكون مصدرة مع كل الأندية. أي أندية عدة لا تنتظر أحد يشتكي ويدخل، انظر إلى المصلحة العامة وبالفعل أي مخالفة، بالإضافة ما بعد المخالفة، أنت إذا قلت هاي الإدارة مخالفة وطلعت هاي لأي إدارة كانت الحقيقة، نتمنى ما نكون الأمور شخصية، أي إدارة مخالفة لا ترجعها هي تسوي هي عامة، ولا ترجعها العفو تسوي انتخابات، يعني لا ترجعها هي تدير النادي مؤقتا. احنا صار لنا 20 سنة طلعت هي إدارية ما صار مؤقتا. مثلا صار في أي نادي بعيد عن الزورة، صار أطراف في النادي، مثلا هي إدارية هنا، هي إدارية ضدها، أشخاص هنا، هو شو يسوي القانون العراقي؟ يقول هذا مخالف لكن ما يحاسبه. زين فإذا قلت هذا مخالف حاسبه طيب. بعدم طيب. العودة والعمل طيب. الإداري طيب. مثل ما الفيفا تعمل والاتحادات القارية، يبعد عن العمل الإداري اللي خالف في هيج موضوع. شكرا جزيلا كابتن ومير، شكرا جزيلا كابتن رافد، شكرا موصول لكم مشاهدينا، نلتقي غدا، السلام عليكم ورحمة الله.